هاي بنات، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كتير منح بالفيديو اليوم. اشتقت لكم كتير. قبل ما بلش الفيديو قولوا لي شو رايكم بالباك جراوند. اكيد ملاحظين انه هي تغيرت. شوفوا بصراحه انا زهقت من هديك، صار لي اكثر من سنه عليها، بس بنفس الوقت هي مش عاجبتني فشكلي هرجع هناك. فانتوا قولوا لي عاد شو رايكم فيها. اوكي، فيديو اليوم يا بنات رح نجرب مع بعض منتجات ميك اب وصلتني ما جربتها، رح نجربها مع بعض هلا اون كاميرا ونشوف شو رايي فيها واشاركه معاكم. من اكثر الشغلات المتعبه لما تكوني شغاله كانفلونسر او كبلوجر كميه القصص اللي بتوصلك فجاه بدون اي موعد بدون اي شيء. انا بتذكر قبل ما ابلش كنت اقول يا الله ديالهم اليوتيوبرز والبلوجرز بتوصلهم شغلات مجانيه فري وكذا. بنات والله العظيم الموضوع يعني مش زي ما انتم فاكرين بالمره، انه انت بتوصل لمرحله عن جد بتكوني خلص انت مش عارفه وين تروحي في البرودكتس هاي، مش عارفه شو تسوي فيهم. بتصيري فعلا تكومي تكومي تكومي، ولو قد ما كان بيتك كبير حيوصل لمرحله البيت يتعبى، بتصيري بدك تنقلي على بيت ثاني وكذا. وغير هيك في شركات، مش كلهم بس في شركات عن جد بيكونوا اللي هم بيضايقوا، يعني ما بعرف كيف بيعرفوا عنواني وبيقرروا ان هم بدهم يبعثوا لي برودكتس. طيب اتليست استاذنوني قبل ما تبعتوا اي شيء، يعني خصوصا اذا انت شركه جديده انا عمري بحياتي ما شفتك، فاهمين؟ فاللي هو انت بتقعدي متلخبطه بتقولي مين هدول، يعني كيف عرفوا عنواني، كيف عرفوا رقمي، كيف كذا، فاهمين؟ المهم طبعا اللي متابعني عارف انه انا كثير بحب الزق بالبرودكتس اللي بتعجبني. يعني انا مش شخص اللي كل يوم كونسيلر شكل، كل يوم فاونديشن شكل، انا كثير لزقه. بس اليوم قعدت اقول هيك، قعدت اطلع على الغرفه تبعت الميك اب عندي، قعدت اقول طب لمتى متى حجربكم، خلص يلا خلينا نصور فيديو مع بعض نجربهم فيه. سو انا في عندي كم من شغله جداد، بس ما عندي فاونديشن وبرايمر جداد، او هم عندي بس مو حابه ان انا اجربهم بهذا الفيديو. ف راح استك على الفاونديشنز تبعوني المفضلين والبرايمر، اللي هو البرايمر تبع لورا مارسيه هذا الهايدريتنج برايمر، والفاونديشن تبع ات كوزماتكس اللي هو السي سي كريم. هدول انا ملزقه فيهم صار لي ما بعرف قد ايه، اكيد لاحظتوا. ف خليني راح احطهم على بشرتي اوزعهم عشان نكمل عاد بالبرودكتس. يا الله بنات كثير 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 مشتاقه هيك للاجازات، مشتاقه للراحه، لكل شيء بالحياه، فاهمين؟ هاي الفتره كثير كثير مشغوله، راح اسوي لكم فيديو راح اقول لكم شو قاعد عم بصير بحياتي هاي الفتره. كثير شغلات قاعده عم تتغير او كثير شغلات جديده صارت بحياتي، بس انه ما بقدر احكي لكم اياها هلا بالفيديو هذا. حاسه هيك بدنا قاعده متذكرين من القعدات تبعتنا. هي عندي الفاونديشن بس لازم احطه اوف كاميرا عشان ما بدي الشيله تتوسخ. اوكي بنات معلش فكيت الشيله، حطيت الفاونديشن عشان انا هاي الشيله بدي البسها وطالعه بعد شوي وما بدي تتوسخ فاونديشن ابدا. فبنات حطيت الفاونديشن فردته على كامل بشرتي، هذا هو الفاونديشن قلت لكم عنه ات كوزماتكس سي سي كريم، بتكلم عنه مليون مره من قبل ما في داعي ارجع احكي عنه، بس صراحه هذا المفضل بالنسبه لي هالفتره. اول منتج لليوم بتجربتنا لهذا الفيديو هم كونسيلرز هدى بيوتي الجداد. وصلوني هدول الكونسيلرز من فتره بس للاسف قلت لكم مع كثره الاغراض ضاعوا بالنص، بس قبل يومين هيك قعدت افلتر كل الاشياء اللي بدي اياها فلقيتهم. سو هدى بعثت لي كونسيلرين، وفي بقلب الكيس كمان بيوتي بلندر، اللوز باودر، اوكي، وكمان كونسيلر ثالث، فرشة كمان للكونسيلر. قديش بحب اكياس هدى بيوتي هدول، عارفين ممكن تستخدموهم، دايما بيجوا الباكجز فيهم مكتوب عليهم من ورا please don't throw me away keep me use me abuse me، اللي هو فينا نحن نستخدمهم اكثر من مرة. مكتوب انه هو non creasing يعني ما بيخطط او ما بيكلكع، هيك بيعطينا تغطية فورية وفينا نحن نزود التغطية نحط كذا لاير. مكتوب كمان انه هو بيقعد 14 ساعة بدون ما يكلكع او يخطط تحت العين، فيلا خلينا نجربه. انا صراحه من هلا وانا قاعده عم بتفرج انا حاسه انه هاي هي درجتي اللي هي اسمها رويال ايسينج، شايفين هذا هو، حاسه كثير فاتحه. اوكي اي ثينك انه هاي الدرجه احسن، شوفوا هاي اسمها نوغت، سو اي ثينك هاي احسن، هذيك كثير فاتحه صراحه. اوكي يلا خلينا نجربهم. اوكي شوفوا قديش الفرشه كبيره، انا بحب الكونسيلرز اللي هيك. Yeah, I think اللون كتير منيح. Oh my god حاسة التغطية ثقيلة. رح افتح الفرشة اللي اجت مع الكونسيلرز. شو حلوة الفرشة، كتير 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 حلوة هيك، تحسوا شوفوا شوفوا ما احلاها بالدمج، واو
توقعت الكونسيلر يكون أتقل من هيك بصراحة، شكله أول ما حطيناه تقيل بس بعد ما دمجته حسيته كتير كتير خفيف. أوكي خليني كمان أروح أبلل البيوتي بلندر. هيك شكل البيوتي بلندر، بتجي بزوايا، رح أرجع أحط هون هيك بالبيوتي بلندر. أوكي يس، أنا حبيت الكونسيلر أكتر بالبيوتي بلندر، شوفوا كتير أحلى بالبيوتي بلندر. كتير حبيت الكونسيلر، حسيته كتير خفيف على البشرة، يعني هو بيعطيكم تغطية حلوة بس بنفس الوقت كتير كتير خفيف ودمجه كتير سريع وسهل. سو صراحة هدى برافو، كتير حلو والدرجة صراحة بيرفكت لإلي. رح أحط على أنفي وهون وهون وأدمج. يلا شوفوا شوفوا بسرعة بيندمج، شوفوا كتير حلو. هلأ عاد نحن شو في عنا؟ نحن في عنا لوس باودرز تبعون هدى بيوتي. لوس باودرز هدى بيوتي بصراحة أنا جربت منهم واحدة من قبل بس ما حبيتها، حسيت إنه هي غبرت لي الوجه. بس ممكن إنه أنا الدرجة اللي أنا اخترتها وقتها أو اللي وصلتني كانت مش كتير منيحة، لأنه أنا كتير بشوف بنات وكتير كتير بمدحوها، يعني مش عارفة بصراحة. فبما إنه هي بعتت لي درجتين شوغر كوكي وبعتت لي كب كيك، خليني أجرب درجة تانية. I think sugar cookie هي translucent ولا yes هي I think إنه شوفوا بيضة، فخلينا عليها بس دقيقة شوي. أنا هلأ ما رح أستخدم اللوس باودر، خليني أسوي الكونتور أول شيء. بالنسبة للكونتور بنات أنا رح أستخدم هدول كونتور ستيكس، وصلوني من كات فون دي من فترة بس أنا حاسة إنه كتير غامقين رح يكونوا علي. خلينا نشوف الدرجات لما نفتحهم. هاي أول درجة، حاسة كتير غامق علي. أنا بحب هذا الكونتور اللي بيجي على رمادي، عارفينه هذا، بموت بموت عليه. هذا الكونتور الثاني جاي على أورنج، I don't think إنه رح ينفع معي بالمرة هذا. فا اللي رح أسويه هو إني أنا رح أخذ هاي الدرجة تبعت كات فون دي الأولى اسمها ميديوم كول 60، ورح أخذ منها النتفة لأنه هاي يعني مو جاي على أورنج على القليلة، هاي جاي شوي هيك على رمادي شوي. حط شوي بدينا استهبال. اوكي هلا رح ادمج. اوه كتير خفيف، ما توقعته هيك اللون مبين كتير غامق، انا خوفني حسيته رح يكون كتير غامق علي بس شوفوا ما اخفوا. واو شوفوا شوفوا كتير حلو. لحظة لحظة خليني أدمج ببيوتي بلندر. واو 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 بنات شوفوا كيف من العلبة، شوفوا كيف كتير مبين غامق وتقيل على الأنف، كتير كتير خفيف. واو بصراحة ما توقعت هيك أبدا. أوكي صراحة حلو، حبيته، الدرجة طلعت حلوة مناسبة. أوكي خلصنا الكونتور، هلأ بدنا نرجع على اللوس باودر. رح استخدم لوس باودر هدى بيضة. فيها عطر، فيها عطور ريحتها حلوة بصراحة بس أنا شوي بخاف من العطور. بنات خبر حلو، أنا صار لي تقريبا 10 دقايق حاطة الكونسيلر تحت عيوني، عم بضحك عم بنزل عيوني لتحت عم بطلع لفوق وشوفوا الكونسيلر ما خطت بالمرة. شوفوا شوفوا بصراحة كتير كتير حلو. الكونسيلر اللي أنا بستخدمه بالعادة بستخدم تو فيست، هذا بس احطه بس اطلع تحت الاقي فيه يعني خط، فهذا تبع هدى مش هيك كتير كتير حلو. عموما تعالوا خلينا نثبت البشره كلياتها باللوس باودر هدى، ويا رب يا رب يا رب هالمره يتغير رايي فيها. رح استخدم هاي الابليكيتر. اوكي لحظه شوي، انت شفافه المفروض صح؟ اوكي 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 الحمد لله خفت. حطبطب على كامل البشرة، هو بتحس انه طحين في البداية. خلصنا، لا لا بمزح. هلا رح نشيل الزايد. اوكي يا بنات هلا هيك بعد ما شلت الزايد بصراحة احسن
أحسن وأهون من الدرجة اللي كانت عندي، بس بنفس الوقت أنا شخصياً كشهد وكوحدة بشرتها مختلطة مايلة للجفاف مش كتير حبيت الباودر علي. يعني أنا بالنسبة لإلي لورا مارسيه هي التوب. استيل أنا حسيت بشوية تغبير، مع انه هاي الباودر اهون بكتير 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 من الدرجة اللي كانت عندي. فانا شخصيا بقولكم او اللي استنتجته، اذا انت بشرتك دهنية باودر هدى بيوتي كتير كتير رح تنفع معاكي. اذا انت بشرتك مختلطة مايلة للجفاف او جافة بحس ما كتير رح تحبيها، رح تحسي انه بشرتك كتير 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 ناشفة. هلأ بدنا نيجي على البلاشر. وصلني هذا البلاشر من كات فون دي. كمان انا ليش حاسة انه كتير شغلات كات فون دي ولسه في شغلات كمان من كات فون دي؟ صدقوني مش اعلان ومش قصدي، بس انا حاسه انه انا كتير متحمسه للون البلاشر هذا، لانه اول شغله شوفوا كيف شكله، ثاني شغله لونه حاسه انا ما عندي بلاشر هيك. شوفوا ما احلى اللون، انا ما عندي هيك لون بلاشر، فهذا الشيء كتير كتير حمسني. يلا خلينا نجربه. اوه شكله كتير بيجمنتي. اوكي شكله حلو. اوكي حاسه انه اللون حلو، عطى هيك شويه دفى للوجه، شويه هيك بتحسوا كانكم تحت الشمس. اللون جاي هيك شوفوا، يعني جاي شوي في مطفي شوي او هادي شوي على رمادي، مش اللون الفاقع تبع البلاشر، كتير هادي وبحسه شوي بيسمر. فانا صراحه حبيته، حسيته مختلف. اوكي هلا بالنسبه للعيون رح استخدم هدول عباره عن اقلام نفس هيك ملونين، فينا نحن نحطهم على جفن العيون نرسم فيهم آيلاينر، بيندمجوا بسرعة كتير، بيجننوا، ألوانهم كتير كتير واضحة. فتعالوا خلينا نشوف. أنا بالنسبة لي بحس رح أخذ هذا اللون اللي هو جاي شوي بني غامق بهذا الشكل، وبينلفوا هيك من تحت بحيث إنه هم يطولوا، شايفين؟ سو أنا بالنسبة لي بدي أسوي شيء كتير كتير ناعم، رح أخذ شوي. أوكي شوفوا قديش سهلين، كتير سهلين. هلا رح اجيب فرشة نفس هيك ورح ادمج، كتير حبيته، شوفوا الفرق. اوكي هلا رح اخذ شوي ورح احطه هون. اوكي شوفوا قديش ناعم دمجه، كان كتير كتير سهل، كتير حبيته، وكتير كتير بنات ثابت. يعني قبل شوي لسه جربته، شوفوا رح احط لكم هذا هون نفس اللون اللي حطيته على عيوني. اوكي اوكي شوفوا، يعني انا قاعده عم بشد، فاهمين؟ كتير ثابت. اوكي هلا بدنا نجي على الماسكارا. بنات انا تقريبا جربت كل الماسكارات الموجوده بالعالم الا هاي. بنات والله سوري، قاعده عم بفرجيكم شغلات من كات فون دي كتير، بس لانه فعلا يعني هدول الشغلات اللي انا حسيت انه هم بيسوا، يعني انه انا اجي اجربهم معاكم على يوتيوب فيديو، انه جد جد جداد انا ما جربتهم من قبل. فعندنا مثل هاي الماسكارا تبعت كات فون دي، اول مره اجربها اليوم معاكم. فرشه تبعتها كبيره، ما بحب الفرش الكبيره، بس خلينا نشوف. شوفوا الصوره كتير كتير بتحمس. يعني راح اجرب احطها على رموشي. اوكي انا ابدا ما توقعتها هيك بصراحه، جد حلوه. يعني حتركها شوي بس تنشف، وراح ارجع احط طبقه ثانيه. اللي بيسألوا ليه بشهد جفن عيوني، انا هاي الحركه بنات تعلمتها جديد. هاي الحركه حسيت انه انا لما افرد جفن عيوني الماسكارا بتجي على كل رموش، على كل الشعر الصغير والكبير وكله، لانه بيكون مفروض كله، فبتجي عليه كله. غير عن اني انا مثلا لما اترك هيك بتصير بتجي على بارتس، يعني على قطع كبيره من الشعر. فانا هاي الحركه صراحه تعلمتها جديد وحبيتها. هلا احط كود ثاني. او ماي جاد ما توقعت هيك بالمره، شوفوا كتير 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 حلوه. او ماي جاد، مع انها كلكعت شوي، بس انا بالنسبه لي انه جد جد رموشي كتير قصيره، بحس يعني لا مانع من القليل من الكلكعه عشان بس اعطي شويه فوليوم لرموشي اللي مش موجوده اصلا. صراحه حبيتها الماسكارا، اسمها جو بيج اور جو هوم، هيك اسمها Go Big or Go Home. بحس كات فون دي بتحسوا كأنكم داخلين بيت رعب، يعني مو ميك اب ابدا. اوكي هلا بدنا نيجي على الهايلايتر. رح استخدم هذا الباليت من نارس، حستخدم هاي الدرجة. هذا الباليت اصلا اول استعمال، ف حاسة الدرجة اصلا شوي غامقة علي كهايلايتر، بس انه لا
لا اوكي حلو لطيف حبيته. نعم هيك انه مش دائما عارفين مش دائما نحتاج الهايلايترز اللي هو اللي بيضوا زي اوفرا وكذا. مرات بنكون طالعين طلعات مثلا او الصبح او كذا محتاجين شي ناعم عشان ما نضلنا نضوي مثلا دوام او كذا. ف حلو حلو حبيته. هلا عاد بالنسبة للشفايف رح احدد شفايفي بهذا البلاينر من هدى بيوتي اسمه بينكي براون، ويمكن يمكن احط من هدول الجلوسات تبعون ماك يمكن. خلينا نشوف. حاسة لونه كتير حلو. اوكي بنات لون المحدد كتير 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 حلو. رح استخدم هذا الجلوس اجرب لونه. حاسة لونه جدا يا اللي كنت متوقعته. وبلكي شوي من هذا اللون النود هيك على الجوانب. كتير حبيت اللون. اوكي بما انه وصلنا لنهاية الفيديو خليني احكي لكم شو اكتر برودكتس عجبوني وبرودكتس ما عجبوني. اول شغلة رح نبلش بالكونسيلر. الكونسيلر صراحة كتير كتير عجبني وصدمني، ما كنت متوقع انه هو يكون هيك وبالمرة ما يخطط. كمان كتير 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 اكيد حبيت المسكرة، انتوا اوريدي اكيد كنتوا متوقعين هذا الشيء. حبيت الاي لاينر او اللي هم الاقلام الكحل تبعون العين. حبيت الكونتور، بصراحه صدمني ما كنت متوقعه هيك لونه ابدا انه هو هالقد خفيف. يعني شوفوا بصراحه انا حبيت كل شيء ما عدا اللوس باودر. يمكن انا عندي مشكله شوي باللوس باودرز لانه انا فعلا بشرتي بكره منظر البشره الناشف، فبتلاقوني انا حرفيا من يمكن 2017 انا ما بستخدم الا لورا مارسيه. كتير بحب لوس باودر لورا مارسيه. انتوا عاد اكتبوا لي بالكومنتس شو اكثر شيء حسيتوا حبيتوا وشو اكثر شيء ما حبيتوا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. اكتبوا لي تحت بالكومنتس شو بدكم يعني اسوي لكم فيديوهات هالفتره، واكيد من عيوني بحبكم قد الدنيا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لي لايك وسبسكرايب وكومنت، ويلا باي باي.